آخر زمان نتلاقينا حقنا علينا تراه دين ياخذ منا ويعطينا وكدينك وردك ما الأزهار زادت في جهد ملايينا وضاح لاقى أبو من قار يا ساتر استر نجينا علينا وجار يبيع ويشتري فينا صاعد ونازل كل من شر ما ندري وين يودينا يا مثل الحلال انت وش تبين انت وش تبين انت كلك على بعضك مين انت وش تبين انا مين بتسوي نفسك ما تعرفني بعد انا مين تعوذ من الشيطان يا مره تعوذ من الشيطان يا مره انت وش فيك انت ما اسمع لك ما اسمعك اطلب لك الامن انا بيعت تطلب الامن ترى حتى الانتربول ما يقدر يفكك مني تقدر تعلمني ايش قصتك انت هالبنت اي بنت وش طاولك انت اي بنت البنت اللي تقرب العلي المرة الأولى وشفتها بالشرطة وقلت محامية ما عليه والثانية شفتها عندك بالعيادة بعد طوفتها والثالثة تزورك بالمستشفى إلا وراك بلا وش قصتك كنت وياها يا بنت الحلال والله العظيم اللي ما أعرفها أصلاً أنت كلك على بعضك ما أعرفك أنا ما تعرفني بتجنني أنت انسوار دكتور وداح ومن هذي بعد؟ واو يا حبيبي زين عمي أقول بليم هل عمي تعتقد الكلام اللي قاله الدكتور يدش مخك يقول ممكن يصحى والله إن شاء الله عمي إن شاء الله يصحى هذا الفال اللي إن شاء الله نبيه إذا ما صحى وظل فاقد الذاكرة ترى الفلوس بتروح مو تروح إن راحت الفلوس ما حد بيفقد الذاكرة غيري يا الله يطول بعمرك ما حد بياكلها غيري إحنا نبي واحد فينا عاقل يتم العاقل الوحيد على قولتك أنت ولا أنا أغسل إيدك منك نايب أنا لا مالي شغل أنا عمال أطول بعمرك إحنا لو مسوين توكيل أول ما طلع من السجن خلانا هذا بن خلفان بن شمسان يبا صحيحة هذا يا هاي هيفاء وهبي لا ترى ايش على وهبي لا تخني مو هذه يا الحق عليه باسمي الحقوا عليه باسمي من هذا اللي لابس نفنوف هذا اخوك هاي نفنوف لابس روب مال المستشفى هذا تعالي يا الله انا اوريك هاي بني هذه ما ادري هذه ذيلها وراها هذا مرت اخوك